بالنسبة للسؤال فيما يتعلق بالمخيمات وما يقع فيها، موضوع التغذية وموضوع الصفقات، الآن نحن قمنا بتكوين لجنة وطنية لزيارة جميع المخيمات ولدراسة ما كان يحدث وما حدث واتخاذ موقف منه وتنظيم برنامج وطني للتخييم يقوم على الشفافية والنزاهة ويقوم على استقطاب الفئات المتعددة اليافعة والصغيرة لتستفيد من هذه المخيمات حتى تصبح المخيمات مدرسة تربوية وطنية كما كانت.